شقيت حكني ولا يليت حكني راضي 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 بالوسيط حبك مجنون نور حياتي حبيبي هون يسعد حمداتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي الأوفياء في قناتي وقناتكم قناة وصفات تفرح الصحراوية، كل من يشاهد هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا الفيديو، ضغطوا على زر سبسكرايب أو زر اشتراك وفعلوا زر الجرس يوصلكم أي جديد وني بكم. وإذا كنتم متتبعي الأوفياء لا تنسوني من جيمات والتعاليق والآراء، ولا عجبكم الفيديو أكيد بارتاجوه مع الناس وأصحابكم وأهلكم وكل من تعرفوا. إذا فيديو اليوم كيف تشوفوا له نشترك معكم طريقة تعدال ورق البسطيلة، طريقة طبيعية وطريقة سهلة ومضمونة، يعني ناجحة 100%. فقط تبعوا معايا المراحل بالتفصيل ولاهي تلقاو أو تحصلوا على النتيجة اللي لاهي ترضيكم. هالطريقة كانوا يستعملوها الناس الأولى، يعني جداتنا والنساء الأولات في تحضير هذا الورق. هذه هي طريقة بسيطة، فقط خاص تركيز شوية في المراحل ديالها وني بكم. نخليكم في بقية الفيديو. هون اللي نستعمل نص كيلو ديال الدقيق، نصف كيلو ديال الدقيق، يعني الدقيق اللي كاين فورس. انا هون استعملت الفورس، وله ندير عليه شي القليل من الملح. كي قلت لكم له نضيف القليل من الملح، وله نخلط العجينه بالماء عادي، ماء بارد، يعني ما نحتاج نسخن ولا شيء. نخلط العجينه بماء عادي حتى تجمع لي العجينه الطافيلات للاشاره، يعني ما تدلكوها وما تجروها، خاص فقط جمعي عجينتك عادي وما تكثري لها الماء باش ما تجيك جاريه قباله او تجيك رطبه 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 قباله، فين تعودي تقرصيها وتعودي تديرها كوره، تعود يعني ما تليتيش تقدي تحكمي فيها، خاصها تعود شاده الطفيلات في راسها بها. منين تعودي تهزيها تقرصيها تكون شاده في راسها، يعني راه من بعد راه غنخلوها ترتاح واحد ساعة تقريبا. فين نجمعها غنخليها ترتاح واحد ساعة وغنلقاها يعني رطابت ليا كيف تشاهدوا. ما غندلكها، نجمعها فقط ما غندلكها، ماشي نتأكد باللي العجينة دقيق كامل تجمع لي. صافي يعني لحقت، يعني تاكدت باللي راه جمعتها، ما خصش البنات طفيلات العجينه، ما خصها تكون مدلوكه مزيان ولا تدوزوا لها فوق القياس ديال الماء. درتها هون في بلاستيك وغنخليها ساعه تقريبا ترتاح لي. هون راعيها من بعد ما ساعه تقريبا ارتاحت لي العجينه، لهن عاود ندلكها بضع دقائق، ندلكها واحد شوي كيف تشوفوا راعيها انطلقت، يعني ارتاحت وبحال عاد مدلوكه ديجا. المهم غندلكها دريك واحد تقريبا خمس دقائق، ومن بعد نعود نديرها واحد، يعني نديرها حرابل حربل والله شماش كيقولوا له. المهم ونديرها واحد المستطيل، نحاول باش ما امكن يعني نديرها، ندير واحد الحرب المقاد متساوي، يعني في اسمه متساوي في القطر. المهم غنستمر بحال هكا حتى
متأكد عن يعني مهم في هذه هي الطريقة الخطوة الثانية بعد يعني ما عجنتها. يعني أنا طولت الفيديو غير فقط يعني اشتركت معاكم التفاصيل بالضبط باش تعرفوا يعني تركزوا على هاد الأمور هذه غتجيكم شوية سمو لكن راه مهمة. هنا راه بعد ما عدلت واحد الحرب الطويل قطعته بهاك النوبة الأولى على النص، النوبة الثانية على الربع، النوبة الثالثة كل ربع قطعته على أربع طروفة، يعني تقريبا كل طرف ديال العجين فيه 50 غرام تقريبا ديال العجين. المهم كخرج لي هاد الكمية نص كيلو خرج لي تقريبا 17 حبة ديال يعني 17 قريصة ديال العجين، ولا نشكلو مكورات بهذه الطريقه. هذه كاينين وحدين كبار بهم جاني يعني كي قلت لكم ضروري خاصكم تعودوا تبرموا العجينه، خاصكم تحاولوا ديروا القطر متساوي سواء في البدايه من الوسط وفي الجناب، يعني لا ما كانت تساوي راه غتجيكم الوسطانيين كبار على الجناب. هنا نضطر نقطع من النص لان جاوني الوسطانيين كبار، لان يعني اثناء البرم يعني ما برمتش مزيان ما ساويتش القطر ديال الحرب. المهم غنتم على هاد نستمر على هاد الطريقه ونعود ندلك العجينه ديالي، ندلكها على شكل اقراص صغيره يعني كمرحله ثالثه. غنشكل كامل هذوك القريصات بهذه الطريقه هذه، راعي القريصات من بعد ما يعني قديتهم. المهم غنشكل هذه القريصات كامل بهذه الطريقه هذه، نقرصهم يعني ما نقرصهم غير القياس غير شويه. اول خطوه اول حاجه نقرصهم بصباعي، كنعاود نقرصهم بالمدلك بهذه الطريقه إلي نكمل الكمية كامل اللي عندي. هون طفلت ولدي راه يعاونني زعما ان فان بغي نعدل شي حاجه هو خاصو يوقف يتم كل ساعه ماما نعاونك ماما كذا. المهم قلت لكم لا نستمر بهذه الطريقه الين نوفي. مسله وحده اللي نشيل هاد الطافيلات هي عني انا يعني قصدت نعدل الفيديو هكا يعني كل شيء ما راح نشتركهم معكم باش ان شاء الله يكون كل شيء لكم واضح، كل شيء يعود عندكم واضح باش اي واحده بغات تستعمل يعني تجرب الطريقه تنجح لها اول مره. مساله واحده ملي اللي نقولها لكم الطفيلات او اللي كيشاهدني كامل بصفه عامه، يعني اي وصفه بغيتي تجربها ولا بغيتي تجربيها اي وصفه سوى هذه سوى شي حاجه ثانيه، راه اغلب الناس مني انا وجبد ما كتنجحش من المره، واخا تكون ناجحه المساله كتكون ناجحه. اكبر مثال على هذا سمو هذه الوصفه راه شديتها من عند واحد الاخت، مره الاولى ما صلحت لي، مره الثانيه ما صلحت لي، المره الثالثه صلحت لي. يعني انسان فقط يحاول ويزعم ويعود عنده الكوراج يعدل المساله وراه الله تنجح له بالعزيمه وبحب عمل هذيك المساله. اذا يعني هذا يعني ان ماشي لما صدقت لك المساله النوبه الاولى راه تقولي لا هذه وصفه فاشله وغير ناجحه وكذا، لا، لان الجميع يعني هذا هو المبدا ديالي انا، وصفه يعني شتيها بالمراحل قدامك ناجحه وانت ما نجحت لك، اذا خاصك تسيي وتحاولي مره ثانيه. لهذا اي وصفه اخواتي اخواني المشاهدين اي وصفه انسان يحاول يعني راه تقد تخسر لك النوبه الاولى وتقد تنجح معك من البدايه، يعني لا خسرت لك النوبه الاولى ما يشدكش الاحباط من هذيك عنها فاشله ولا شيء. المهم هاني كملت لكم كملت باطل القرص كامل اللي عندي. هنا غنستعمل زيت المائده باش ندهنهم، ولا نستعمل كذلك مايزينا مايزينا على حساب نديرها نرشها فوق من بعد ما ندهن هذوك القرص اللي قرصت كيف تشوفوا يعني بهذه الطريقه هذه.
كيف قلت لكم يعني انسان يحاول باش ما امكن يعني ما يقنطش من المسألة، الا كان باغي هو يعدلها يديرها ويديرها، النوبه الاولى تخسر، النوبه الثانيه تخسر، النوبه الثالثه اكيد لا تصلح. يعني ماشي نجي ونجي حاكم على الوصفه ولا كذا نقول ما صلحت لي، يقد يكون فعلا يقد يكون هذيك الوصفه يعني مولاتهم عطات يعني مسائل ما هي غلطت في ضبطها ولا شيء، ويقدم ملي تكون انت يعني واحد المساله ما رديت لهاش البال خسرتها في هذا. لهذا كنقول يعني الواحد يجرب يدير يحاول مره مرتين والثالثه اكيد لا يتنجح بحكم تجربتي انا. يعني ياسر من المسائل كنديرها المره الاولى غالبا ما كتنجح لي، نعاودها كتنجح. فقط من باب النصح ومن باب باش نوضر عنكم، حدكم تفرجوا في الفيديو مولي تسمعوا لي تسمعوا يعني بعض النصائح اللي الحقيقه نحتاجها في حياتنا اليوميه. كيف تشوفوا لين استمر بهذه الطريقه، هنا عندي تقريبا 17 حبه خرجت لي من العجينه، يعني درت أربعة كل يعني درت النوبه الاولى 4 4 4 3 المره صافي 12 حبه، وبقاو لي 5 درتهم في مره. يعني هون كيف تشوفوا غندير ربعه القرصات وحده فوق وحده، كندهن بينهم بزيت المائده ونرش بمايزينا الدقيق ديال المايزينا، وندير الحبه الثانيه كذلك لين نكمل اربعه، وله نحطهم على جنب وندوز الاربعه الاخرين نعدل نفس الطريقه. والاخر يعني مجموعه اللي فيها 5 لان كنت دايره 17 حبه، الوغ غندير 4 4 4 والاخيره فيها 5 الحبات. المهم هاني كملت هنا، غنمشي لديك الاولى اللي ارتاحت لي فين نكمل، يعني تهزي الاولى بالاولى، نهز الاولى ونحاول نقرصها اول شيء لهنا. كيف تشوفوا لهنا عفط على الجوانب باش ما تخرج لي الزيت اللي دهنت بها، نعفط على الجوانب نحاول نقرص غير بيدي النوبه الاولى. ياك نعود ندير نستعمل المدلك، يعني في المرحله الاولى ايديا نستعملهم باش نكون نحصل على يعني نعود حاكمة فيها، وحتى ركزوا على الجوانب باش ما يجوا غلاط قبالة لان الجوانب، وعاود تاني باش ما تخرج الزيت منهم، يعني حاولوا تلصقوهم مزيان. بهذه الطريقة هذه يعني رقوها، راه ما تخافوا تقولوا غتقطع ولا شي، ما تقطع ما شاء الله ماشي، غير دلكوها مزيان ترقاق تعود رقيقة حتى. لا لاحظتوا هذا الشيء باش قلت لكم الطافيلات ما خاصها تعود جاريه باش تعودوا حاكمين فيها في يديكم، يعني تخدموها كيف بغيتوا. الا كانت جاريه راه ما الا قرصتوها بحال هكا والله ما تتم سايحه لكم، ما تليتوا تقدوا تحكموا فيها. اذا خاصها تعود شاده في راسها العجينه، ما تكثروا لها الماء وما دلكوها النوبه الاولى، خلوها ترتاح يعني تتجانس غير في الراحه، يعني قوامها تشدو في الارتياح ديالها. وكيف تشوفوا هون لهنا يعني الطافيلات اللي ما يقدوا يهزوا، او الناس اللي ما تقد تهز الخبزه يعني بهاد الاسطوانه بيديها، تقدي تهزيها بالمدلك بهذه الطريقه هذه اللي كنعدل لكم هون. تلويها في المدلك وتهزيها بهذه الطريقه، وتحطيها على الاناء اللي طيبيها فوق. هنا درت هذه المقله عندي غليظه، حتى المقله البنات للاشاره، انا عندي البوطه عندها يعني السوارت ديالها عندها الدرجات كامله، يعني الدرجه اللي منخفضه عندي مرتفعه، معناها عني استعملت المقله وكفيتها على البوطه باش تجيني الحراره في المناسبه باش طيب يعني الورقه كامله، وميمطم ما ينحرق ليا ما يشدش داك اللون الاحمر. مهم اللي عندهم، الناس اللي عندهم البوطه يقدوا يتحكموا فيها، يعني تعود النار ناقصه، راه تقدي تستعملي شي مقله تعود غليظه وتحطيها مباشره على البوطه. انا هذه راه غليظه، المقله عندي غليظه حتى، ولكن كفيتها باش نكون متحكمه، عندي النار مجهده قباله،
يعني داك اللي قليل في النار عند يعني الدرج ديالو مرتفع بحكم انه البوطه ديال الضوء. مهم قلت لكم لا نستمر بهذه الطريقه، نستمر بهذه الطريقه ما نتمكن ساعه نقلبها باش طيب لي الورقه من الوسط وما ما تنحرق لي ما تيبس. ها هي مهم بعد ما طابت راه كتبان لكم هذا الشيء مكمش، ولكن ما عليه منين كتفصلوا الوراق كل شيء يعني تسرح لك الورقه. المهم كتجي على هذا الشكل من بعد ما طيبتها، يعني طابت فعلا نار مهيله وانت منقلبها يعني كيف لاحظتوا كل ساعه تقلبي لين طيب مزيان تحسي بها طابت وتحيدهم. راه كتشوفوا يعني كفصلتهم كتجي يعني شاده في راسها ورطبه واسمه وشفافه ما شاء الله. دائما ديك الفوقانيه ديك اللي كتكون متواليه الفوق كتكون قاصحه شويه بحكم عنها هي الاولى اللي مست النار، يعني ما يخسر عليها شي، فقط ديريها وسطهم باش ترطاب حتى هي. مهم جبت ملي الثانيه طيبتها، المهم راه هنا يعني طيابهم طيبتهم كامل ما اشتركت معاكم فقط الاولى. مهم الثانيه راعيها طيبتها حتى هي كيف تشوفوا، يعني ما شاء الله ساهله تفصل ورقيقه وشفافه وما هي متقطعه، يعني طافيلات ما تخافوا قرصوها مزيان ما تخص، فقط تبعوا المراحل وله تنجح لكم ان شاء الله. ولا خسرت لكم مره الاولى غير يسيو المره الثانيه، راه قلت لكم بحكم تجربتي انايا وبحكم سمو خسرت لي جوج نوبات، الثالثه ما شاء الله صلحت لي وعدت ملي نشتركها معاكم النوبه الرابعه رائعه ما شاء الله رائعه. وحاولوا الطافيلات دائما وين تفرقوهم ديروهم في بلاستيك باش يبقاو شادين دوك الرطوبه لان الهواء كيتعرفوا غيبسهم. المهم هون بعد ما كملتهم والطافيلات الا بغيتوا ديروا فينيسيون يعني تحصلوا على شكل متساوي اسطواني متساوي لهم كامل، راه تشدوا شي اناء عادي بحال هذا اللي عندي انا وتحطوا فوقهم وتقطعوا الجوانب يعني دوك الشايطين تقطعوهم بهذه الطريقه هذه باش تحصلوا على واحد اسطوانات اللي متساويه وعندهم نفس القطر. ويعني حتى فقط الفينيسيون هو اختياري اللي ما هي زينها عنده ما يعدلها. هادو انا نخزنهم باش نستعملهم باش نزين بسطيله ولا شي، مهم ما غنلوحهم. كي تشوفوا هنا بعد ما قطعته يعني كتحصلوا على شكل متساوي كامل، يعني الورقات كامل كيتساووا في القطر ديالهم. سمحوا لي هنا كنكمش الورقه غير فقط باش نبين لكم، هي كاع نعمه مولانا ما صارح نعدل هذا غير فقط باش نبين لكم عن الطراوه ديال الورقه ذنبتها. مهم الطافيلات كذلك الا بغيتوا تقسموها على حساب البريوات على حساب نعم على حساب البريوات راه تقدروا تقسموها على النص وتستعملوها البريوات. انا غنخليها هاك لين يعني الكميه اللي غنستعملها بغيت نديرها البسطيله، بغيت ندير بسطيله مدوره يعني ما بغيتش نقطعها، ولكن الطافيلات الا قطعتوا على حساب البريوات قطعوها على اثنين باش يجيكم نصف دائره وتستعملوه البريوات. بغيتوا السيجار كذلك، السيجار تقدروا تقطعوها على النص وديروا السيجار. مهم هنا غنديرهم نديرها في هذا البلاستيك ونحتفظ بها في الثلاجه تحت عندي، ما غنديرها في الكونجيلاتور لاني يعني ما غنبطل نعدل بسطيله ديال بسطيله بهاد الورقه هذه، لهذا غنديرها غير في الثلاجه تحت. ولكن البنات الا بغيت تستعملوها لوقت اطول يعني تخزنوها لوقت اطول تقدوا ديروها في الكونجيلاتور في بلاستيك وفي الكونجيلاتور حتى الوقت اللي تبغوا تستعملوها تلقاوها ما شاء الله، فقط تخلوها يعني ترتخى وتستعملوها. واني بكم هذه هي نهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو بارطاجوه مع اصحابكم وعدوا لي جيم وتعاليق. واني بكم الى فيديو قادم، مع السلامه واني بكم.